حياكم الله مشاهدينا. تعاني المجتمعات الإلكترونية في الآونة الأخيرة من انتهاك للحقوق والخصوصيات الإلكترونية، وذلك في ظل انتشار الجريمة الإلكترونية، حيث جاء تطور هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع التطورات التي تطرأ على التقنيات والتكنولوجيا. ولكن ما زال الوعي بمخاطر الهاكرز والاختراقات وطرق الحماية والوسائل الوقائية متدني أو قليل لدى الكثير من الجمهور. لذلك يسعدنا اليوم أن يكون معنا العقيد المتقاعد رائد حمد الرومي، استشاري أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. بعد هذا التقرير تابعونا. مشاهدينا، شفنا مع بعض التقرير باسمكم باسم فريق عمل صباح الخير يا كويت. نرحب في العقيد المتقاعد رائد حمد الرومي. صباحك ورد وحياك الله، منورنا بتلفزيون الكويت وبرنامج صباح الخير. يا صباح الخير، اصبح عليك واصبح على الكويت. يا هلا ومرحبا فيك استاذي. طبعا الجريمه الالكترونيه، او بمعنى اخر حمايه امن المعلومات، المصطلحات يعني كثيرا نداولها، وفي الكثير من المصطلحات الاخرى، يعني نبي نعرف شنو المقصود بالجريمه الإلكترونية أو معنى الجريمة الإلكترونية. صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يعاقب عليه القانون، نعم، يستخدم الشخص فيه أدوات تقنية مثل الحاسوب وغيره من ملحقاتها. نعم. فما دام القضية اقترنت في جهاز تقني واستخدمت أدوات تقنية، نعم، فإذن هي جريمة إلكترونية. واليوم القانون 63 على 2015، نعم، نص في قواعد وبنود هذه الجريمة وحددها يعني بالنص وبالقانون. نعم. احنا قلنا في المقدمة انه المجتمعات الان قاعدة تعاني من الجرائم الإلكترونية وعلى مستوى الدول. خلنا يعني نوضح او نشرح للسادة المشاهدين شو اللي قاعد يحصل الان عند الحكومات والمجتمعات. هل هم هاكرز؟ هل هم مجاميع؟ شنو هم؟ من هم؟ صح، شوف، الهاكرز هم ناس يعني ذكائهم غير العادي ومتميزين في يعني في العمل في البرمجه وفي التحليل التقني، وتلقاهم اشخاص يعني متميزين حتى دراسيا. وترى مو شرط الهاكر يكون يعني صاحب شهاده، ممكن يكون صاحب يعني مهاره معينه موهبه. فهو تلقاه يقعد على الجهاز والكمبيوتر يتعلم، يقعد يعني بالساعات وبالايام غير الشخص الدارس الطبيعي. فبالتالي هذول الهاكرز لهم اهداف كثيره من خلال عمليات الاختراق هذه. ممكن في اهداف ماليه يستفيد منها مثل ما حصل مؤخرا، انه يعني الحسابات. يستفز الحسابات، ياخذ منهم مبالغ، او يستفز الشركات ياخذ منهم مبالغ، نعم، او يكتشف ثغره تهدد امن شركه معينه وبالتالي يستفيد من هذه المبالغ، او انه يقوم في يعني او الشركات توظفه او الجهات الحساسه تبدي توظفه ويستفيد من يعني يستفيدون من خبرته. نعم. وفي ناس يبيعون هذه الثغرات للشركات مقابل مالي. في هكرز لا، يصير دافعهم مثلا سياسي، إساءة لرموز معينة في الدولة، الإطاحة في الدولة، تغيير التوجه السياسي للدولة. وفي هكرز تلقاهم لا، دافعهم شخصي، يبحث وراء الأشخاص لدوافع شخصية أخرى مختلفة. فاختلفت الدوافع للهكرز، لأن اليوم التقنية صارت تدخل كل في البيت، كل بيت، وصارت التقنية أساس في المجتمع. اليوم ما تقدر انت اليوم تعيش من غير تقنيه. فاذا الهاكرز هذول يقول لهم هذه المساحه انهم يتحركون فيها ويستفيدون منها على جانب الشخصي او حتى الدولي. طبعا في الاونه الاخيره، الايام القليله يعني امس واليوم والاول تمس، قاعد نقرا ونشوف. صح. انه صار في هجوم كبير على الكثير من الحسابات للدول، يعني يمكن 100 دوله. نعم. اختراقات وغيره. فيعني شنو هالهجمات هذه وشنو سببها؟ ايش معنى الحين؟ شنو يكون الغايه او شنو الهدف؟ صح، شوف، هذه الهجمات كانت متوقعه اصلا. يعني من ليش قبل متوقعه؟ لان من قبل تقريبا شهر او شهرين تقريبا جماعه الهاكرز اللي يسمونهم شادو بريكرز استطاعوا اختراق وكاله الامن القومي الان اس اي الامريكيه. نعم. واستخلصت منها بعض الثغرات وبعض التولز وبعض الادوات اللي كانت تستخدمها هذه الجهه في التجسس على الدول. وحادث سنودن اللي طلع من هذه الجهه ويعني ونشر الكثير من المعلومات اكبر دليل على هذا الموضوع. واستفادوا الهاكرز، لان هذه الثغرات انتشرت في في الانترنت، استفادوا هذه الثغرات في تطويرها وتحسينها واضافه عليها صبغه او تقنيه الرانسوم وير، هي الفديه
الماليه. فبدال لا يستفيدون من هذه الابتزاز المالي، بدال لا يستفيدون من هذه الثغره انهم يدخلون يجمعون معلومات، دخلوا من نفس المنفذ اللي هو اللي مسربينه الجماعه هذه الهكرز، وخلوا السيستم يتشفر. يعني اذا انت اليوم تشتغل على جهازك راح تلقاه مسكر، تطلع لك لافته مكتوب فيها انك انت لازم تدفع $300 بما يعادل عمله البيتكوينز اللي هي العمله الالكترونيه، وهذه العمله ما يمكن مراقبتها ومتابعتها بشكل دولي لانها الكترونيه ما لها اي اسد ولا لها اي واقع يعني. فاستفادوا من هذه الهجمات، واكثر من 100,000 جهاز يعني تم تعطيله. ومن كذا دوله يعني؟ من كذا دوله، بريطانيا المستشفيات، اسبانيا قطاع الاتصالات، القطارات في المانيا، البنوك في الصين، شركه رينو السيارات باترول، البنوك في قلت لك انا الصين، وزاره الداخليه الروسيه، وبعض البنوك اللي موجوده هناك. امس واول امس سمعنا في يعني دول عظمى كبيره. طبعا طبعا امس واول امس سمعنا ان في السعوديه شركات اتصالاتها تم اختراقها، وفي شركات اخرى من غير ذكر اسمها بس يعني مذكور هو حتى في الـ في الـ في الجرائد وفي مواقع التواصل. لا ما انا اقصد اساسا ما يطلع من من, من عبر شاشه التلفزيون انه اختراق لشركه لكذا لاسم معين، انت عارف الموضوع سعاده العقيد. انا ابي ابسطها بشكل يعني بسيط جدا. الحرامي له صوت صح، يعني مشيته ها طمرته للطوفه تبطيله للباب صح، قبل لا يوصل للشيء اللي بيسرقه صحيح. طيب هذا الهاكرز اللي يبي يوصل للشيء وبيسرقه، هل اجهزه ذكيه تسمى اجهزه ذكيه؟ ما في منبهات يعني تعطي للمراقب للمستخدم مستخدم هذا الجهاز انه والله في هناك متسلل على بياناتك وعلى جهازك. نعم اكيد في. طيب اكيد في وايد من البرامج، اكيد في وايد من الادوات والتولز اللي تبين ان في عمليات غريبه في منظومتك انت او شبكتك. من اكثر هذه البرامج اهميه، في برامج يعني تحلل سلوك المستخدم وبالتالي تعطيك مؤشر اذا كان هذا المستخدم قاعد يعني قاعد يدخل على اماكن او قاعد يسوي حركات غريبه في منظومتك ولا لا. فهو يدرس سلوكك. يعني انت تدش مثلا كل يوم الصبح تدخل على سكشن معين من ضمن صلاحياتك اللي معطيك اياها الادمن، وبالتالي يخزن هذه السلوك مالك. نعم. فيعرف ان اليوزر اكس مثلا سلوكك اليوم 1 2 3، اذا لقى سلوكك مختلف اذا في شيء غريب يروح النظام يسوي لك فريز على هذا المستخدم ويخبر الناس الاي تي. نفس الشيء الاخوان اللي في الاي تي لازم يحثون برامجهم اول باول، لان كل الهجمات اللي اصيبت هذه الاجهزه كلها غير محدثه. فيستا وكمبيوترات اكس بي ويندوز سيرفر 2003 و2008 وحتى 2007، التحديثات الأخيرة اللي قدمها اللي أنشرتها مايكروسوفت تحديثات جديدة. نعم. على هذه الأنظمة. نعم. هي بالأساس يعني الويندو اكس بي والفيستا وقفت الدعم. نعم. اليوم في الكويت يعني لا زالت في شركات ولا زالت في مؤسسات عندها ويندوز اكس بي. اليوم مايكروسوفت أعتقد نزل خبر أنهم محذرين الدول. بالضبط محذرين، وقدموا أبديت حق يسد الثغرة هذه. نعم. نعم. فالمشكلة أن بعض المؤسسات والدول عندها لازال السوفت وير القديم وما يحدثون. فلازم طاقم الاي تي يبدي يحدث باستمرار، يحدث الوول يعني اللي يحمي صح، يحدث البرامج نفسها. البرامج لها فترة. أي. وشنو اللي قاعد يصير دائما الهاكرز يسبق الشركات الأمن في خطوة. أي. يعني اليوم أنا سويت لك مثلا برنامج اكس. أي. البرنامج هذا بعد فتره الهاكرز يكتشفون فيه ثغره ويخترقونك من خلاله. بتي شركه تطور هذا البرنامج اللي قلنا مثلا اكس، فالواحد لازم يسوي الابديت. بالضبط الابديت مهم. نعم. اول باول. التاخر في الابديت يخلي يعطي مجال حق لان في ثغره مفتوحه. نعم. وانت خليت الهاكرز هذولي. نعم. يهاجمونك في هجمه يسمونها زيرو داي. زيرو داي اللي الهجمه اللي بعد للحين ما حد اكتشفها جديده، هذا اللي يسمونها زيرو داي. نعم. الثغرات الابديت يسكر هذه الثغرات ويسكر
الهجمات الزيرودية. طيب عندك المحسن، لأن أنا عندي سؤال بس. تفضلي تفضلي. المصطلح مصطلح الهندسة الاجتماعية. نعم. أو يعني اللي هو اختراع العقول. العقول صحيح. هو فن يعني هو الظاهر. بس قاعد يستخدمونه غلط. فهذا المصطلح نبي نعرف شنو معناته، هو له علاقة بالأمن المعلوماتي. أكيد أكيد. فشنو هو المصطلح؟ اليوم أنت ما تدشين أي دورة في 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 أمن المعلومات أو السكيورتي أو الهاكرز إلا لما يذكرون السوشيال إنجينيرينج. نعم. الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية. لأنها هي مرتبطة مع بعض، وهذه قديمة بال يعني الهندسة الاجتماعية ترى قديمة وممارسة. هو يعني التخصص أو الممارسة هو قديمة، لكن المسمى جديد. المسمى جديد على المجتمع. وهو ترى مزيج ما بين علم النفس والسلوك الاجتماعي. نعم. يعني أنت اليوم إذا أنا بأخذ منك شيء، مثل نقول لو بأخذ منك مثلا 5 دنانير، لو أجيت كذي وأنا من غير ما أعرفك أقول لك أعطيني 5 دنانير ما راح تعطيني. صح. لكن لو أنا بنيت جسور تعارف بيني وبينك وخليتك تثقين فيني. نعم. وجيتك بطريقه وقلت لك والله انا عندي ظروف معينه ومحتاج وابي 5 دنانير، ممكن تعطيني اياها. هذه باختصار هي السوشيال انجينيرنج. شلون انا اخليك تعطيني معلومات، هذه المعلومات ممكن لها قيمه عندك. نعم. او تضر بمصالحك. نعم. وتثق فيني وتعطيني اياها. وهذه يعني هذه الحلقه الاضعف في عمليات القرصنه اللي تصير قاعد تصير عن طريق الهاكرز. يعني تصير قاعد تصير عن طريق هذا. انت اليوم في السوشيال ميديا من تقعدين الصبح لين تنامين وانت تصورين وتحطين معلومات عنك. صح. اسمك، اهلك، جماعتك، وين رحتي، وين جيتي، شنو كليتي، شنو شربتي، شنو وين حساب بنكك مثلا. ممكن تصورين تقول انا رايح البنك الفلاني، الفرع الفلاني. هذا السؤال انت اليوم لما تسوين اي عمليه بنكيه، البنك راح يسالك هالسؤال، وين فرعك، وين فاتحه فرعك، صح ولا مو صح؟ انت قدمتي هذا الجواب الحين في السوشيال ميديا وانت ما تدرين. وقيسي على هذا الكثير من المعلومات. صحيح. خلال سنين وايده انت ممكن تقدمينها. نعم. يستفيد منها هذا الهكر. نعم. في تجميعها وتحقيق مصالحه من خلال هذه المعلومات. سعادة العقيد، انا اذكر في لقائنا السابق ان انت ذكرت البيانات اللي هي مالت بطاقه صعود الطائره. نعم. بالاضافه الى بيانات اخرى. صح. يتم حفظها بجهاز الهاتف. نعم. او الجهاز الذكي الهاتف. صح. او الايباد. نعم. تكون موجوده عندك. صح. او تاخذ منها كوبي كصوره. نعم. او الرقم سيريال. نعم. نمبر. نعم. الموجود. وقلت لي أنه ممكن الهاكرز يدخلون على هذه الشغلة وأيضا يأخذون بيانات، ممكن يلغي حجز، ممكن يأكد. صحيح. حجز، ممكن يسحب فلوس. صحيح. حتى تغيير مواعيد. صحيح. الرحلات. أنا خلصت منها، اللي هي النصيحة اللي أنت تقدمها حق الإخوان والأخوات اللي لا زالوا يحتفظون فيها. هذا واحد. اثنين، في بعضهم وإحنا كلنا نشوفها، صور البوردينج مع جواز السفر وحطه بالسناب او حطه بالانستغرام، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع، رحله كذا، طالع كذا. صح. صحيح. صحيح. موجوده بالضبط. هل هذه ممكن انها تكون ايضا دخول للهاكرز؟ طبعا طبعا. نعم. هذه معلومات احنا باللقاء السابق كانت تذكر قلنا ان في برامج اليوم مجانيه. يعني انت محتاج هاكرز. نعم. لو واحد. نعم. شويه عنده خبره. نعم. وعنده يعني افكار احتياليه. صح. ينزل هذا البرنامج. صح. صح. واذا لقى الباركود هذا باي مكان. نعم. يقدر يقراه. نعم. اذا قراه يعطيك معلومات عن عن حجزك وعن اسمك وميلادك والرايح والوجهه والتاريخ. اعتقد حذروا شركات الطيران في الولايات المتحده من ترك البوردينج. طبعًا. في الطياره. طبعًا. يعني بعد حتى بعد ما تصعد الطياره ما تخليه. اي ما تخليه. انه في البعض انه يسيفه بالتليفون على اساس انه إذا ضاع البوردينج يكون موجود عنده بالجهاز، أو إنه يصوره كعرضة إن أنا والله مسافر وشوفوا هذه البوردينج عندي، أو حتى بطاقته أو جوازه، صورة الجواز. صح. في هاشتاج في الانستغرام بوردينج باس، بس تكتب الهاشتاج هذا يطلع لك أكثر من 70 صورة ناس حاطين لك البوردينج باس. فاحنا محتاجين ثقافه. يعني مو كل شيء ننشره. يعني في امور يعني خاصه في حياتك انت اليوم قاعد ننشر كل شيء. يعني في صوره وايد حلوه، يعني انا وايد شفتها ووايد عرضتها في مواقعي، اللي يستخدمون السوشيال ميديا ويصورون وايد كانه، تخيل يعني غرفه البيت ومن غير جدران، وتخيلها محطوطه في وسط الشارع. ترى هذا فعلا اللي قاعد انت تسويه، بس انت مو قاعد تحس. نعم. كل خصوصيتك وكل معلوماتك انت قاعد تعطيها ببليك للناس كلها. نعم. وممكن تستفيد منها. نعم. طبعا سعادة العقيد، احنا الحين يعني نؤكد ونعترف ان هناك مشكله ولكل مشكله حل. نعم. فاحنا بدال ان نتكلم وايد على المشكله بشوي نركز على الحل. صح. لان هذا هو الهدف، ان احنا نعرف احنا نعرف وايضا المشاهدين معانا شنو طرق الحمايه، الواحد شلون يحمي معلوماته،
حياته وأسراره وبياناته الشخصية من هؤلاء الهاكرز والمتربصين واللي قاعدين مثل ما ذكرت يدورون هالثغرات ويجمعونها، وبالتالي يعني ننضر وينضر المجتمع بشكل. صحيح، سؤال جيد. شوفي بخصوص الحماية للشركات والقطاعات الخاصة، أكيد هذول عندهم البوليسي عندهم their own policies، عندهم البادجت وكل شيء. احنا المساكين اللي عندنا التليفون ومشاكل يعني الفرد على يعني. على الصعيد الاجتماعي العادي البسيط انا وانت، التليفونات اللي موجوده عندنا اهم شيء لا ننقل ونحط كل الصور. نعم. اللي ما لها داعي الناس تعرفها مثل المعلومات صور خصوصية. صور خاصه فيك انت يعني مثلا وين يعني بطاقه مثلا صعود الطائره، هذه شغله مفروض صحيح. تحطها صحيح. تتكلم عن امور خاصه فيك بنكيه مو لازم تحطها صحيح. او تصور الكروت الفيزا مالتك او تتباهى تقول انا عندي الذهبيه والماسيه ومش عارف. في ناس ترى قاعد تقدم هالمواد هذه، قاعد تعطي معلومات ترى وايد حساسه وقيس عليها كل الاشياء، لازم الانسان يكون حذر. بس حذر. اللي بحط هذا هل ممكن يتم استخدامه بشكل يضرب مصالحي ولا لا؟ نعم. اسال نفسك السؤال قبل لا تحطها. نعم. فمفروض احنا الصور هذه ما نحطها. البرامج اللي ننزلها في تليفوناتنا لازم نقرا البوليسي اللي موجود فيها. اي نعم. لان البوليسي هذا ساعات يفتح لك مجال. كل برنامج فيه بوليسي. في بوليسي، في برايفسي خاصه. نعم. في 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 اثورايز قاعد انت قاعد تقدمه حق هذا صاحب البرنامج. نعم. فبعض البرامج تقول لك والله ابي اطلع على المسجات الخاصه او ابي اشوف اللوكيشن، وانت عارف ان هذا الاوبشن ما يحتاجه البرنامج. صح. لذلك انت لازم ما تنزله، تراسل هذه الشركه وتقول انت تشتبي بهالخاصيه. اي واذا اقتنعت في الاجابه نزله واستخدمه. ايش يبون في اللوكيشن مثلا؟ بالضبط. فلازم عندنا يصير وعي، نقرا ونتعلم. لازم ننتبه احنا على يعني اجهزتنا نحط فيها انتي فايروس، نحط فيها اللي هي اجهزه الكمبيوتر الموبايل احنا نحتاج على الموبايل لان اغلب الناس عندهم موبايل. نفس الشيء ننتبه من الروابط. الروابط وايد خطيره. صحيح. وهذه اكثر شيء واكثر منفذ قاعد يحق الناس، هي اللي فيها اكثر الويندوز الاوبننج ويندوز اللي فيها رابط لينك، اذا ضغطتي عليه يوديك حق صفحه ثانيه. ممكن يطلب منك يوزر نيم وباسورد. ممكن يتحايل عليك يقول لك والله انت فزتي فيه ويطلع لك يس ونو وتروح تطق يس وتتوهق بالضبط. هذا نعم. الناس قاعد يمارسون السوشيال انجينيرنج. نعم. عليك عقيد. ففي البدايه يبون يكتسبون منك الثقه وبعدين they will attack you. تبيني اعطيك مثال سلبي؟ الامثله السلبيه وايده. لا لا مثال سلبي وقاعد قدامك. نعم. وانا قاعد اسولف معاك. نعم. تذكرت اني بالملاحظات اللي بالتليفون حاط مو بس رقم الحساب البنك ورقم الحساب والايبان والرقم السري بس. تمام. انا راح اشرح انا انطر اللي قايل اللي عندك متخصص ترى راح اخذهم منك. لا انطر لها مو ذاك الزود هذا الحين بس راي انطر الحين انطر بمزح كلهم دائما المعلومات هذه الموجوده عندك خاصه الصور. ما تشوفني اثناء اللقاء قاعد تضحك تذكرت هذا الشيء عندي. لا خاصه هذه المعلومات المهمه وحتى الصور الخاصه لازم الواحد يسوي لها باك اب ويحطها في فلاش ويحفظها في البيت، ما اخليه انا في الجهاز مالي، لازم انا احافظ عليه. اتمنى ان شاء الله يعني احنا نتكلم طبعا على المستوى الفردي، الحكومات والمؤسسات أكيد. والشركات اكيد انهم ماخذين احتياطهم، ولكن على المستوى الفردي والاجتماعي الكل ياخذ الحيطه والحذر. والعقيد ان شاء الله كفى ووفى، بالاضافه الى لقاءات اخرى راح تجمعنا معاه. كل الشكر مشاهدينا للعقيد متقاعد رائد حمد الرومي استشاري امن المعلومات والجرائم الالكترونيه. شكرا لك. شكرا. حياك الله يا هلا ومرحبا. شكرا لكم. أهلاً وسهلاً.